عيادة الأمراض الداخلية والأورام كان عدد المستفيدين 4000. أسيد الهارون مدير مشروع في جمعية الأمل لمكافحة السرطان. نحن اليوم مثل ما لكم شايفين عم نفتتح العيادة المتنقلة الثانية من نوعها عندنا في جمعية الأمل الثانية من نوعها من أجل الكشف المبكر عن السرطان، وعلى رأس هاي السرطانات اللي بنستهدفها هو سرطان الثدي. طبعا هاي العيادة متنقلة بتحتوي على جهاز ماموغرام. بنهدف كمان بهاي العيادة لرفع الوعي عن أهمية الكشف المبكر والوقاية من السرطان. طبعا هالشي بيتم عن طريق فرق توعية، فرق الصحة المجتمعية اللي بتنشط بهذا المجال. العيادات الأمل المتنقلة تتألف من عدة أقسام. القسم الأول هو عيادة نسائية والصحة الإنجابية. يوجد لدينا أيضا قسم الأشعة، يوجد لدينا جهاز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، جهاز الماموغرافي. لدينا أيضا في العيادات عيادة صحة الأسرة، يوجد أيضا في العيادات مخبر صغير لتلبية بعض احتياجات من التحاليل، بالإضافة إلى قسم التسجيل والاستقبال. كتاباً كي لا أصيل عليكم ولا يسعنا إلا أن نكرر الشكر هنا لكل من ساهم في إنجاز ونجاح هذا المشروع. شافي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا يا خير الناصرين. اللهم عجل بالنصر والفرج لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.